أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يسن رفع اليدين للدعاء في صلاة الاستخارة بعد السلام من الركعتين؟ ما في مانع، الأصل رفع اليدين مع الدعاء، إلا ما ورد الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، لم يرد أن الرسول يرفع يديه بعد الفريضة، ولم يرد أنه يرفع يديه في الفريضة، ولم يرد أنه يرفع يديه في خطبة الجمعة. فالمواطن التي دعا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا ترفع فيها الأيدي، أما ما عداها فالأصل رفع اليدين. نعم.